البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد. النهاردة معانا بنات جامدة جدا جدا جدا، زي ما قلت لكم قبل الفاصل، قلت لكم دول مفاجأة، والمفاجأة الأكبر إنهم كمان ولاد فنان. معانا بنتين إخوات، البنوتة الأولانية بتعزف على القانون، والتانية مفاجأة بتعزف على الطبلة. بسمة الهجرسي عازفة الطبلة، وتقى الهجرسي عازفة القانون. ويا سلام بقى ولاد الفنان جلال الهجرسي، الزميل الجميل العزيز، عمل العديد من المسلسلات، منها مسلسل أزمة سكر والدالي وبعض الأفلام، ومنهم فيلم حليم وفيلم سيب ونسيب. يعني فعلا ابن الوز عوام. مساء الفل. مساء النور. طبعا النهاردة القعدة فنية جدا، والعيلة فنية جدا، وبسم الله ما شاء الله. أنا سعيدة ببابا قوي، يعني أنا عمال أقول أكيد في جينات، أما بيقولوا لي هنجيب لك بسمة وتقى، وبعدين قلت لا أكيد في جينات، وجينات قوية، وبعدين في شخصية قوية، يعني برضو آلتين بتوع رجالة، صح؟ يعني الحمل والتقل ده انه يتحط على رجلك، وانك احنا ب100 راجل صح؟ هم اولاد الفنانين كلهم ب100 راجل، ولا اولاد المصريين كلهم ب100 راجل؟ بنات المصريين كلهم ب100 راجل. مصري. احنا متفقين على كده صح؟ طيب احنا قبل ما نفتح في الموضوع بقى ونتكلم، احنا نسمع حاجه حلوه كده، نفتح نفس المشاهد على الحلاوه اللي احنا فيها. يلا.
الله 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 الله. عايزه اقول لك انا فرحانه بيكو جدا. اولا بصي يا بسمه، بسم الله ما شاء الله، الايدين يا جماعه انا عايزه كلوز على الايدين الصغنونه دي. بصوا ايديها جميله ازاي. تخيلوا انتوا يعني حاجه غير متوقعه ان الايدين الصغننه المقلوظه المبقلظه دي انها تطبل على طبله، والطبله دي برضو عايزه قوه، وعايزه عصب عايزه حد متمكن، يعني عايزه راجل بمعنى اصح. وان انت القانون، ان انت هتقعد تبقي حاطه القانون على رجلك وقاعده الفتره الطويله دي، وقاعده بتعزي وبتفني وبتطلعي شغل عالي كده. يا جماعه انتوا بجد انتوا قدوه، قدوه للبنات، البنات الرجاله، عارفه البت ب 100 راجل. انا عايزه اعرف الموضوع ده جه ازاي، بابا بقى اخباره ايه، اكتشف فيكم الموضوع ده امتى؟ انا عايزه اعرف كل حاجه. شوفي من كتر فرحتي بيكم عايزه اعرف كل حاجه في وقت واحد. بابا من واحنا صغيرين دايما بيسمعنا اغاني ام كلثوم وعبد الحليم والكلام ده. زمان طبعا ما كناش بنحبها، احنا عايزين بقى حاجات من بتاعه الاطفال وكده. ايوه. بس هو برضو يعني كان يقول لنا هو ده الفن، هي دي الاصاله، هي دي المزيكا، الاغاني اللي مليانه مزيكا فعلا بجد. فكان دايما يقعدنا كده جنبه، اسمعوا كده معايا الغنوه دي، اي اغنيه مثلا لام كلثوم، شايفين الجمال، سامعين اللحن، مش الاغاني بتاعت اليومين دول الله. جملتين وما طب فيش. هو بجانب ان هو بيمثل، هل هو عنده برضو حرفة انه يعزف على حاجة ولا ما عندوش؟ لا هو كان نفسه الحقيقة، كان نفسه. ما هو بس ما عندوش وقت. ودانه موسيقية، ودانه موسيقية، يعني يقعد يركز في اي مقطع مثلا موسيقي او لازم موسيقية، فيقعد بقى يركز ايه الناي بقى دخل وراه الايقاع هدي، فمش عارف ايه. الله. يعني دايما مهتم قوي. حقق حلمه فيكم. يعني ان شاء الله، والله العظيم انا متوقعه ان انتوا هتبقوا يعني وجهه لمصر مشرفه جدا ان شاء الله. لا نسمع حاجه، مش هينفع، لازم نسمع حاجه دلوقتي. هتسمعونا ايه؟ انت طلبتي اما براوة بقى، احنا بحبها قوي. ممكن اما براوة يعني.
دايما لما حد يعزف حلو قوي يقول له ايه دي تقول ايه. عايزه اقول لكم انا فرحانه قوي والناس كلها عماله ترقص ورا الكاميرا وانا شخصيا طبعا صوتي وحش جدا وعماله دندن من حبي في يمكن لخبطتكم ولا حاجه بس دي حاجه لا اراديه انا ما قدرتش اقاومها بصراحه. طب اهم حاجه ان انت مبسوطه. مبسوطه قوي. عايز اقول لك على حاجه، انا اي مزيكا اي رقص بيبسطني، وخصوصا كمان بقى زاد الانبساط لما اتنين بناتيت صغيرين ونجوم المستقبل وضحكتهم جميله وواجهه حلوه قوي مشرفه وبيبقوا بيعزفوا حابين الالات قوي كده. انت لو تشوفي شكلك انت وهي وانتوا عمالين تعزفوا انتوا بتحبوا الحكايه. تفرق كتير قوي لما يكون حد بيحب وحد واخدها صنعه. بس برضو قبل ما نسبق بقى نرغي كتير، لا انا عايز اعرف بس بابا لما كان بيسمعكم والحياه كانت لطيفه جدا وكان زي ما بيقولوا بينظف لكم ودانكم من وانتوا صغيرين، ابتديتوا المشوار ازاي بقى؟ يعني ساعدكم ازاي وعملتوا ايه؟ طقا دخلت المعهد معهد العالي للموسيقى العربيه، ومن هنا بقى ابتدت حب الحكايه وكده. ودخلت طقا دخلت الاول. طقا دخلت الاول وانا ما حصلش نصيب ما عرفتش ادخل المعهد يعني. فدخلت المعهد العالي للفنون الشعبيه قسم فنون الاداء شعبه الموسيقى الشعبيه. فبدرس بقى في سولفيج وبيانو وباخد قواعد موسيقيه وباخد كل حاجه عن المزيكا في المعهد ده. موضوع الطبله جه بالنسبه لي انا ازاي، لما يعني انا كنت بحبها جدا، وبعدين لما تقى قالت لي ان في معهد الموسيقى العربيه في قسم الايقاع في بنات بيدخلوا القسم وبتاع وفي بنات بتلعب طبلة، فلقيتي ان هو مش عيب ان انا قلت الله ده انا ممكن اعمل كده. قلت لبابا بقى قال لي بس انا خايف بقى يعني تطلع الموضوع مش يعني ايه مش يعني بعد كده ما تبقيش حباها او كده وترميها بقى او كده. فقلت له يا بابا انا التزم فيها واحبها لان انا كنت بحبها. الله. وخدت كورس في الاول مع استاذ زين العابدين، وبعدين لما خلصت الكورس اعتمدت على نفسي بقى عن طريق ان انا بقيت اسمع كتير، وان زمايل اختي في المعهد بقوا يساعدوني، والناس اللي ليهم افضل عليا ودكتور نجم نبيل دكتور الايقاع بمعهد العالي للموسيقى العربيه واستاذ سعيد الارتست يعني. طيب يبقى دلوقتي نقول الو. الو يا استاذ سعيد. اهلا بيك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. معانا تلمستك عماله تقول لي فضل عليا ايه رايك في التلميذه الصغنونه اللذيذه دي؟ بس اقول حاجه ان هو لما عرف ان انا عندي حلقه دعاني في البيت عنده وسهر معايا لحد ما قعد يذاكر لي الحلقه دي ويذاكر لاختي احنا هنعمل ايه. الله. يعني مفيش حد بيعمل كده يعني. فتح لي بيته عشان خاطر هو استاذ. هو اب واستاذ وكل حاجه حلوه بصراحه. سامع يا استاذ سعيد؟ سامع طبعا. ما كملتش بس. طب وبعدين وبعد كده عملوا ايه؟ مش ما اتغدوا اتعشوا ولا اتغدوا؟ لا بصراحه استاذ سعيد كريم جدا. مدام بتعمل قلقاس حلو جدا. كلتوا ايه؟ قلقاس؟ انا زعلانه منك. ازاي ما تعزمنيش على القلقاس؟ يلا يلا انا جاهز اي وقت. وكان معاه رز بشعريه ولا كان معاه رز بشعريه؟ قاعده معانا. شايفين قلب كمان. انا مراتي طباخه درجه اولى. خلي بالك تعمل بتنجان مخلل يضيع الرز. بتنجان مخلل؟ لا 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 ده في شغل عالي. انا زعلانه قوي بقى مش هينفع الكلام ده. احنا قلبناه مطبخ بقى مش ايقاع. ايوه بس عايز اقول لك على حاجه. القلقاس عامل شغل عالي جدا. وده طاقه ايجابيه ويعني بجد. انا عرفت السر في القلقاس دلوقتي. ايوه ايه راي حضرتك؟ الله يسلمك. ازاي صحتك؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله تمام. ربنا يبارك فيك يا رب. وهم مجتهدين بصراحه. كانت نسمه او تقى فهي عندي في الكورس فابتدت يعني هي لكن هي ممكن تبقى احسن من كده كمان. عشان هي بتستوعب بسرعه. وعندها الحس الفني وعندها طبعا عشان اختها طبعا كمان بتلعب قانون. فالايقاع بالذات لما بيعتمد على الودن في المزيكا هيطلع احسن يعني. والعيله فنيه جدا. طبعا طبعا. صح؟ هم طبعا. يعني هم المهم طالما في مزيكا في البيت وبتلعب ايقاع هتحفظ بسرعه وتقدر كمان
تقول تكنيك اكتر وكده يعني، تشتغل في الطبلة كويس يعني. طب حضرتك ما خدتش بالك من موضوع ان ايديها صغنونه ومبقلطه كده يعني، يعني ايديها صغنونه جدا والطبلة قد كده يعني، حضرتك ما علقتش على الموضوع ده؟ اكيد علقت يعني. لا طبعا طبعا، بس هي عشان غاوية وبتحب الطبلة، فما تسرقش ايد صغيرة ولا كبيرة. المهم ان تطلع الصوت منها، تطلع الدم حلو والتكة حلو والحركات اللي في الطبلة دي، طالما بتطلع صوتهم حلو مش شرط انها تكون صوابعها طويلة او. طيب ال- 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 الطبلة دي مش رجالي شوية؟ طبعا هي رجالي. لا 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 هي رجالي طبعا. انما لما بنت تلعب طبلة بتبقى يعني بتبقى صعبة شوية كمان، بس بتبقى شكلها حلو ان بنت بتلعب طبلة. وطالعة موضة دلوقتي مدام مها الثواري والله، طالعة يعني في بيشتغلوا احترفوا خلاص يعني، احترفوا الموضوع. عندي كورس بنات كتير واطفال وشباب وكبار يعني، عارفة الطبلة دلوقتي واخدة وضعها في العالم كله، مهتم بيها كمان اكتر من مصر. فبنات كتير جدا دلوقتي اجانب بيلعبوا على الطبله واساتذه كمان. طيب يعني الاجانب بيلعبوا الطبله واحنا ما نلعبهاش، واحنا اساس الطبله ده حتى عيب في وشنا يعني، صح؟ انا عايز اقول لك على حاجه انا كنت حابه اقولها في اخر الفقره، بس عايز اقول لك انا من الناس اللي كنت من هواة الطبله وانا صغيره. عشان كده مركزه قوي في. لا يبقى لازم تجربي بقى. والله انا عايزه اجرب، كنت هقول لك اجرب والله العظيم. بص هو مركزه جدا، وبابايا كان بيجيب لي طبله. هاتي هاتي بابايا كان بيجيب لي طبله صغنونه وكنت بحاول اعزف، وحياة ربنا بس انا هحاول. سمعينا حاجه كده، فضول وحياة ربنا. بس يا رب تيجي معايا، عايزه افتكر. حلوة حلوة. في مسلسلاتي والله العظيم استغلوا مرة ان انا بعرف اضرب على الطبلة، وبعدين قعدوا بقى ترى 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 صح ولا غلط؟ لا صح. لا جميلة والله صح. حتى المزيكا انت عارفه المزيكا دي كانت اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ كانت اسمها تقريبا عزيزه او حاجه كده، الحاجات القديمه الحلوه دي. ايوه ايوه. يعني المره الجايه بقى القانون بصراحه. طب ايه رايك في البنوته تقى والقانون بقى؟ وشفت بسم الله ما شاء الله قعدتها وثقتها في نفسها والابتسامه الجميله بتاعتها. لا تقى بصراحه فنانه واحساسها حلو جدا، ودايما انها بتجتهد انها تحفظ في حاجات وتقعد تشتغل في حاجات، وان شاء الله الاثنين ان شاء الله هيعملوا حاجه كويسه جدا ان شاء الله يعني. يا رب. يعني هم عشان هم بيحبوا الالات. فبكره ان شاء الله هتلاقي دولت يعني مستواهم بقى عالمي يعني ان شاء الله. يا رب يا رب. يعني انا حاجزه من دلوقتي ان شاء الله كده، لما ربنا يدينا العمر وابني بقى يجي يتجوز باذن الله، يعني انا اول واحده هعمل الجديد وهستضيفهم عندي ويسمعوني، وحضرتك تبقى معاهم طبعا. طبعا طبعا ده اتشرف اتشرف والله. يا رب يخليك يا رب، وميرسي على تليفونك. ربنا يخليك. وميرسي على تشجيعك لبناتنا. لا لا ده طبعا طبعا الفن ده اصل يعني الحد لما بيحس ان هو في اله موسيقيه وبيحبها، صدقيني لو فضل كده يهتم بيها ممكن توصله يعني لحاجه عاليه جدا. بس المهم يحبها ويهتم بيها بس. طبعا. ربنا يوفق الجميع يا رب. ربنا يخليك يا رب، وميرسي على تليفونك. ونسمع حاجه قبل ما نختم فقرتنا. ماشي ماشي. هنعزف كوكتيل سيد درويش. الكوكتيل ده اعداد الدكتور صابر عبد الستار. اوكي يلا.
هايل هايل هايل، والوقت جري معاكم بسرعة، وأنا كان نفسي تعزفوا لنا أكتر وأكتر، بس انا بس أنا قبل ما الوقت يخلص حابه بس اشكر الدكاتره اللي تعبوا معايا جدا. أيوة اول دكتور خلاني احط ايدي على القانون الدكتور حسام شفيق، بوجه له تحيه كبيره جدا وبشكره لان هو تعب معايا. بعد كده خدت كورسات في الاوبرا مع الدكتور صابر عبد الستار، برضو تعب معايا جدا ووقف معايا كتير، يعني كلمه شكرا لوحده لوحدها ما تكفيهوش، يعني من ضمن الناس اللي ساعدوني برضه اللي ساعدوكي برضه ساعدونا احنا الاثنين فعلا، بشكره جدا يعني، بشكره من هنا لغايه ما اموت يعني. الشر وكفايه ان انتوا عندكم ولاء طبعا لكل الدكاتره اللي دربوكوا، ودي حاجه كويسه جدا برضه. دكتور ماجد سرور برضه قعد معايا كتير بشكره جدا، استاذ شادي الجندي، دكاتره كتير قوي اسماء كبيره قعدت معايا وساعدتني في الاله دي، والحمد لله يعني بفضلهم بعد فضل ربنا يعني قدرت اوصل للمستوى ده. بسم الله ما شاء الله، وانتوا شرفتوني النهارده. بنشكر بسمه الهجرسي عازفه الطبله، وتقى الهجرسي عازفه القانون، وبعد الفاصل معانا الطبي، ويلا فاصل. هنا بنت اميره احمد يا اخوانا، تعالوا شوفوها تعمل ايه مع احمد زي السكر.